مرحبا بكم. استنستوا بيا وحدي، اما اليوم انا ما جيتكمش وحدي، جيتكم انا وزميلي وصديقي والممثل المسرحي حاتم بن حموده وولده يحيى بن حموده. حاتم شنو ناوي اليوم؟ ناوي باش نقلبها اليوم معاك. يحيى نورمال تبع فيا انا وبوك؟ نادي نتبعوك ولا ليه؟ برا نمشي وربي يقدر الخير. عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله. باهي، موضوعنا اليوم على غلاء المعيشة، شنو رأيك فيها؟ كيفاش نجم نتأقلم على الوضع؟ خالطة على مصروفك ولا إيه؟ والله نجموا نبدلوا برشا حاجات من غلاء المعيشة، كيما نجموا ما نجموش، غلاء المعيشة برشا. كيفاش نجم تتأقلم؟ كيفاش تصرف؟ السلام عليكم. خويا قاعد نصور. خويا ربي سامحني. سامحني اختي الغاليه، الله يرحم والدين والديك. راني كنت تو في البسيكياتر، اختي الغاليه دواها ب 53 دينار، مرض ومرض نادر. ما خليت خويا الموضوع نتاعي ماهوش على الامراض. جيتك بجاه ربي، جيت باش نوصل صوتي خويا الغالي سامحني. هذا راه وليد نحكي لك حكايته، راه بداها باللحم حشاك الني. ياكل في اللحم الني، الفرجيدير ما يخلي فيه حتى لحمه. وبحشاكي ولا يعض في خواته، في عض في امه، معناها ما لقيتش حتى حل، هزيت ولدت حتى بالعربي. شنو المرض نتاعو؟ مرضو حشاكي عضي. ما عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله. باهي، موضوعنا اليوم يهم غلاء المعيشة، شنو رأيك في الموضوع هذا؟ حتى طرف. شنو معناها ما فهمتكش؟ غالي المعيشة كلها غالية. لا أختي عنده حمرة بشوية، ياكل برشا. سامحني خل نكمل لك. عنده الحمرة ولد. اي 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 بالعربي ولد. اي انا بنتي مشيت بالعربي. تو نهزك انا تو. اي سامحني خل نكمل لك. الولد بلا تحكي معك. اسمعني بشوية. يحيى ولدك ولدك طلبيهم اجريسيف برشا ولا داير لي حتى على العباد، كان يمشي نهزو يدور لي حتى على العباد. امشي. بالراجل لا سيب الراجل. سيبني سيبني. انت حشاك ياكل اللحم الني. الحم عشق الحم، بجابي عشق الحم. باهي يا بابا، باهي باهي عزيزي، باهي يا بابا. فهمتني؟ ياكل في الحم الني خويا والله. سامحتنا. سامحتكم. حاتم بن حمودة. نص عزيزي. يحيى ما لكش لاسي محلاه. استنى حلقه قرايه. باي، شكرا على حقك.